مباراة للتاريخ، مباراة هتفتكرها الأجيال اللي جاية. كل شيء بكرة وارد، وبكرة وفي الرياضة عموما طبعا مفيش مستحيل. جماهير النادي الأهلي بتقول كل الأماني ممكنة، واللي يزيد ويريح الحقيقة إنه النتيجة ما تفرقش معانا قوي بقد ما بيفرق معانا الأداء. بكرة كل شيء جايز، بكرة كل شيء ممكن. حقيقة أحمد يعني في حالة كبيرة من التفاؤل عند جماهير النادي الأهلي، وليه لا؟ يعني كرة القدم ياما شافت والملاعب ياما شافت مفاجآت. احنا عارفين قد إيه يعني كنا فرحانين لما مصر تعادلت مع هولندا وهم أبطال أوروبا، كسبت إيطاليا وهم أبطال العالم، وتعادلنا مع البرازيل لحد الدقيقة 90 وجبنا فيهم 3 أهداف. الجزائر وصلوا وقت إضافي مع ألمانيا في نفس المونديال اللي غلبوا البرازيل فيه 7 وأخدوا الكاس، وكسبوا ألمانيا برضو في مونديال 82 في السنة اللي وصلوا فيها نهائي قدام إيطاليا. حقيقة في ماتشات كتير جدا كسرت كل الحسابات والتوقعات. نفتكر مع حضراتكم مثلا على سبيل المثال الكاميرون اللي كسبت الأرجنتين وهم أبطال العالم وكان معاهم مارادونا. السنغال برضو كررتها مرة تانية، بس المرة دي كسبت فرنسا وهما برضو أبطال العالم، الجيل العظيم لفرنسا تياري هنري وزيدان وتريزيجيه وباتريك فييرا. وأكيد ما ننساش لما اليونان خدت بطولة أوروبا من قدام عمالقة القارة، والدنمارك كسبتها وهي ما كانتش متأهلة أصلا وخارجة من التصفيات. كمان بورتو أخدت تشامبيونز في وجود ريال زيدان وفيجو وكارلوس وأرسنال كان أنغي وفييرا وبركامب، وبرشلونة رونالدينيو وتشافي وإنيستا عمالقة، وميلان بيرلو وجاتوزو وتشافيجينكو، واللي وصل قصادهم النهائي كان موناكو وكل الفرق الكبيرة خرجت. البايرن نفسه خسر في الكاس من فريق درجة تانية السنة دي وخرج، والحقيقة معرفش يكسب إشبيلية في السوبر غير لما اتمدت المباراة وكان في وقت اضافي. نهاية تشامبيونز ليج كسب 1-0 رغم ان هم كانوا عاملين الموسم ده نتائج اكتر من رائعه قدام تشيلسي وقدام بارسا كبار القاره الاوروبيه. بلباو كمان كسب السوبر من ريال وبرشلونه رغم انه كان اضعف، والريال خرج من الكاس السنه دي من فريق درجه ثالثه. اتلتيكو متصدر الدوري خرج برضو من فريق درجه ثالثه. نيجيريا مثلا كسبت الاولمبياد وهزموا البرازيل والارجنتين، والكاميرون كررتها برضو وفازت بالميداليه الذهبيه. ليفربول خسر طبعا في كاس العالم للانديه قدام ساو باولو، ده كان في 2005، وما قدرش يكسب فلامينجو السنه اللي فاتت غير برضو بعد وقت اضافي وكان الفوز بس بهدف يتيم. برشلونه بقى اعظم سكواد ليه، اعظم لعيبه لعبت للبارسا، خسر قدام انترناسيونالي البرازيلي في 2006، وتشيلسي برضو على فكره كررها وخسر قدام البرازيلي كورنثيانس في 2012. الملعب في النهايه ما بيعرفش اسماء وما بيعرفش ارقام وما عندوش تحيزات، هم 11 لاعب قصاد 11 لاعب. احنا مش بنطالب باي شيء غير بس ان يكون اداء النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي اداء رجولي، وان هم يقاتلوا ويقدموا افضل ما عندهم طول ال 90 دقيقة. لعب يشرف المصريين ويشرف الأهلاوية، ونبقى فرحانين بالأداء اللي بيقدمه النادي الأهلي للأبد، حتى لو حصل إيه وكانت النتيجة زي ما تكون، لكن في النهاية أعتقد إنه جماهير النادي الأهلي هتكون راضية. كلنا ثقة في ال 11 راجل اللي هنشوفهم في الملعب بكرة قدام بايرن ميونخ. يا أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا جرعة التفاؤل والثقة حاضرة وموجودة في رجالة النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله على مستوى الأداء إن شاء الله بإذن الله الأهلي يلعب بكرة مباراة كبيرة. قلت إنها فرصة تاريخية مش بس للجماهير لكن كمان لنجوم النادي الأهلي اللي هيلعبوا أول مباراة رسمية بتجمعهم ببطل أوروبا بالبايرن ميونخ. والحقيقة يمكن مواجهات الأهلي مع أندية أوروبا مع كبار أندية أوروبا مش جديدة علينا، وتعودنا الحقيقة في مناسبات كتيرة جدا بنكون جاهزين وقد التحدي، وفي أوقات كتير الحقيقة استحق النادي الأهلي الفوز في المباريات دي أداء ونتيجة. نتمنى بكرة أن الأداء يكون على المستوى ده بدءا ذي بدء، بعد كده نتكلم في النتيجة، والنتيجة الحقيقة فيها كلام كتير لأنه الأهلي في مباراته الأولى ويمكن ده الحقيقة يمكن كتير من الناس ما حسيتوش كسب فريق تقيل، فريق دحيل، فريق عنده إمكانيات وعنده أسماء وعنده مهارات في فرقته وعنده شخصية البطل. وأعتقد أنك تكسب فريق بحجم الدحيل على أرضه دي مباراة لا تقل صعوبة أو يمكن تقل صعوبة بشيء بسيط عن مواجهة طبعا بايرن ميونخ، أعتقد يمكن يكون أفضل نادي في العالم في التوقيت حاليا. لكن كل شيء جايز وكل شيء كل الاحتمالات مفتوحه، واحتمالات النادي الاهلي يتخطى عقبه بايرن ميونخ بكره ويوصل المباراه النهائيه موجوده، واعتقد انها عند حسن ظن كل جماهير النادي الاهلي.
مساء الخير على حضراتكم، وهنتابع مع حضراتكم طبعا استعدادات النادي الاهلي النهارده. بيختتم بقى استعداداته لمواجهه البايرن في المباراه التاريخيه اللي كل عالم يمكن يكون مستنيها، وجماهير النادي الاهلي الحقيقه بتسخن من دلوقتي، يمكن اقل من 24 ساعه على المباراه، ونستمتع ان شاء الله بمواجهه بايرن في كاس العالم للانديه. النهارده كان في مؤتمر صحفي، مستر موسيماني قال دايما انه الاهلي بيبقى بطلا ومعتادا على انه يخوض المواجهات الكبيره من نوعيه طبعا ماتش الاهلي وبايرن ميونخ، وقال انه لا اعتقد انها ستكون اهم مباراه في تاريخ النادي الاهلي، ونادي الاهلي استحق عن جداره الوصول لنصف نهائي المونديال بعد ما تخطى عقبه الدحيل، كمان هو بطل افريقيا ويستحق التواجد في هذه المكانه. قال كمان ان واحنا بنلعب كره القدم من اجل النجاح والمتعه، واحنا عارفين قد ايه درجه تشوق جماهير النادي الاهلي للمباراه الكبيره دي، الاهلي وبايرن ميونخ. وقال كمان موسيماني ان هو بيثق في فريقه جدا وبيؤمن باللعيبه جدا بشكل كبير، واكد ان فريقه في اخطاء اكيد، ولكن البايرن كمان ليهم اخطاء، وهي دي كره القدم في كل دول العالم. وقال ان جميع انديه القاره الافريقيه بتتمنى ان هي تكون مكان النادي الاهلي دلوقتي، وان هي تخوض نصف نهائي كاس العالم الأندية أمام بطل أوروبا. ويمكن الصحف العالمية الحقيقة يعني سلطت الضوء على كلام موسيماني اللي دايما كان بيضرب مثل بأن الكورة كرة القدم فيها كل حاجة ممكن تحصل، زي ما ليستر سيتي خد الدوري الإنجليزي قبل كده وقال دي حاجة ممكن ما نشوفهاش مرة تانية، ولكن حصلت، وعشان كده كل شيء جايز في مباراة بكرة. وليه نروح بعيد؟ بايرن ذات نفسه السنة دي خسر في بطولة الكاس من فريق مغمور، فريق اسمه هولشتاين، وهو بطل بالزبط. اوروبا وهو بطل المانيا، وخسر في ماتشات الدوري من فرق اعتقد انه اذا قسناها بالورقه والقلم نجد ان النادي الاهلي يمكن يكون اكثر منها قوه، زي مونشن جلادباخ. صحيح هو فريق عريق وفريق صاحب تاريخ كبير وبالتاكيد عنده مواهب وعنده امكانيات، لكن انا بشوف النادي ده نادي الاهلي اذا قارنته بمعظم الانديه في الدوريات الاوروبيه الكبيره زي مثلا البريمير ليج او البونزليجا او الكالتشو، لا النادي الاهلي يمتلك انه يكون دايما في الصفوف الاولى. على اي حال خلينا نطمن اكتر على فريقنا ونروح لموفد قناه الاهلي امير هشام. امير مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا ساره، تحياتي ليكي وتحياتي لاحمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. في البدايه بس انا عايز احيي احمد على كلام مهم جدا هو قاله في بدايه كلامه، لما قال ان الاهلي تخطى الدحيل احد اقوى الفرق في الحقيقه، وده امر واقع بدليل ان الدحيل دلوقتي كاسب بطل اسيا طبعا هونداي، كاسبهم 1-0 في دقيقه حاجه و50، فانت كفريق بطل الدوري القطري بتكسب بطل اسيا، فده معناه ان ده فريق عنده امكانيات كبيره جدا. البعض حاول يقلل من فوز النادي الاهلي على الدحيل، لكن هم لازم هيعملوا كده، اي حد هيقلل من فريق الدحيل ويقلل من قيمه الفوز ده بيبقى يعني ليه اتجاهات معينه او تفكير معين وهو غير واقعي في الحقيقه. لكن خلينا احنا نعيش اجواء المونديال ونعيش هذه اللحظات التاريخيه الهامه جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، بما اننا بنقابل بطل اوروبا فريق بايرن ميونخ، فلحظات في كل الاحوال هي اكثر من رائعه، وهتبقى اكثر روعه كمان لما باذن الله النادي الاهلي من الوارد ان هو يتخطى هذه المباراه غدا. انا معاك، لو في اي استفسار اتفضل. نتمنى طبعا نتمنى انه الاهلي ينجح بكره، يعني في المقام الاول يهمنا الاداء يا امير، يعني الجماهير مستنيه النادي الاهلي يقدم اداء محترم واداء قوي يعبر عن تاريخ النادي الاهلي وعن شخصيته ويعبر عن قدرات بطل مصر طبعا. وبطل افريقيا. النتيجه بعد كده تكون ايه؟ اعتقد انها يمكن تيجي في الدرجه الثانيه من ناحيه الاولويه بالنسبه للجمهور. تكلمنا النهارده عن استعدادات النادي الاهلي يوم ما قبل المباراه بقى، وهل شفت يعني استعدادات خاصه، حاله خاصه عند اللاعبين نفسهم وهم بيجهزوا لمواجهه بطل اوروبا بكره ان شاء الله بايرن ميونخ؟ طبعا خليني اقول لك يا احمد ان انا يعني سالت بعض افراد الجهاز الفني وهل الاستعدادات هتكون مختلفه بالنسبه لمباراه البايرن عن اي مباراه ثانيه، قالوا لي طبعا احنا بنلعب البايرن افضل فريق في العالم دلوقتي وبطل اوروبا وبتلعب في نص نهائي كاس عالم، فبالتالي هتكون الاستعدادات مختلفه. هي فعلا مختلفه، وده كان واضح امبارح في مران النادي الاهلي، لان مستر بيتسو موسيماني اعتقد يعني لاول مره في تدريباته قبل اي مباراه يجرب اكتر من طريقه لعب، ده حصل امبارح في تدريبات النادي الاهلي، الله اعلم هيلعب باني طريقه فيهم، لكن ده معناه ان هو بيجرب اكتر من طريقه ولسه بيفكر هيلعب البايرن ازاي. قد يكون هناك بعض المفاجات سواء في التشكيل او
في طريقة لعب النادي الأهلي في هذه المباراة، وأنا بقول عليها مفاجآت لو حصلت، لأن أنت بتلاعب أقوى فريق في العالم خلال الفترة الحالية وأقوى قائمة بالنسبة لفريق بايرن ميونخ. يعني مثلا بايرن كان تأهل يا أحمد لكأس العالم للأندية في 2013، وكان الأهلي برضو كان متواجد في هذه البطولة اللي هي كانت آخر مشاركة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية من 6-7 سنين، لكن قائمته ما كانتش بنفس القوة اللي عليها البايرن دلوقتي. فبالتالي من هنا جاية صعوبة هذه المباراة، ومن هنا جاية استعدادات النادي الأهلي المختلفة. لو كان الأهلي هيقابل البايرن في التوقيت ده في 2013 كان ممكن نتكلم في فرص أعلى من كده بالنسبة للنادي الأهلي، لكن احنا خلينا واقعيين، فريق البايرن فريق عالمي، أسماء أكثر من رائعة، بداية من نوير مرورا بألفونسو ديفيز مرورا بكيميتش، جيشوا كيميتش طبعا ده جوكر بتاعهم، بيلعب مدافع، بيلعب باك رايت، بيلعب باك ليفت، بيلعب نص ملعب. اللي بيغيب عنهم طبعا جريتسكا بسبب الكورونا، لاعب كبير جدا ومهم في نص الملعب، ممكن يكون مؤثر، بس في اللي بيعوضه توليسو احد ابرز اللاعبين برضو في نص الملعب، خط الامامي جنابري، كينجسلي كومان، ليفاندوفسكي افضل لاعب في العالم. فبالتالي قائمه اكثر من رائعه، ده بخلاف ساني اللي طبعا في اغلب الاوقات بيبقى موجود على الدكه، ممكن يبتدي هذه المباراه حتى لو نزل الشوط الثاني، فاكيد هيبقى ليه يعني دور كبير جدا في المباراه دي. لكن في كل الاحوال الأهلي مواصل استعداداته من خلال تدريبات النهاردة، وأكيد هي أيضا استعدادات مختلفة على مستوى المحاضرات بخلاف التدريبات. بالضبط بعد 5 دقائق من دلوقتي وأنا بكلمك هيبقى المحاضرة الخاصة بمستر بيتسو موسيماني بعد وقت اللي هيتم الحديث عنه. استراتيجية هتبقى عبارة عن إيه؟ ده هيبان من خلال المحاضرة، إحنا مش هنبقى عارفين إيه اللي جرى في المحاضرة، طبعا هي محاضرة خاصة بالجهاز الفني واللاعبين، لكن هنحاول نشفت شويه كده من خلال تدريب النادي الاهلي بالليل ايه اللي هيحصل. هيلعب مستر بيتسو موسيماني، لانه في الحقيقه زي ما قلت لك يا احمد امبارح جرب اكثر من طريقه لعب، ممكن يستقر النهارده في التدريبات، ده ممكن يتم يعني ايضاحه بشكل اكبر بالنسبه للمتابعين لهذه التدريبات بالنسبه لنا يعني، لكن هنشوف ان شاء الله يكون موفق مستر بيتسو موسيماني. التدريب بالضبط هيكون في 8 ساعه التاسعة مساء بتوقيت المونديال، 8 بتوقيت القاهرة، ممكن يستمر أكثر من ساعة، خصوصا تدريبات مستر بيتسو موسيماني دايما بتاخد وقت طويل، زي المحاضرات أيضا بتاخد وقت طويل، الراجل بيتكلم كتير وبيستفيض كتير في الحديث وبيحاول يحفظ لاعبيه، وامبارح كان بيحاول يحفظهم كمان شكل معين وأسلوب معين عايز يلعب بيه، فهنشوف إيه اللي هيحصل، خلينا بس نعيش هذه اللحظات الرائعة اللي ممكن ما تتكررش تاني، نقدر ان احنا نتأهل طبعا كاس عالم تاني، نقدر نواجه فرق كبيره تاني، لكن دايما الفرص ما بتكونش كبيره ان انت تقابل بطل اوروبا، وده ما حصلش بالنسبه للنادي الاهلي على مدار 5 مشاركات قبل كده، ما كانش في نصيب للاهلي يقابل بطل اوروبا. المره دي الفرصه جت للنادي الاهلي ولاعبيه والجهاز الفني ان هم يشرفوا الكره المصريه بخلاف التشريف اللي هم عاملينه بكل تاكيد، ويشرفوا الكره الافريقيه باذن الله واثقين فيهم يعني. بشكرك صحيح. جدا امير هشام، وطبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بكره قدام بايرن ميونخ، بنتمنى ان احنا نشوف كره حلوه الحقيقه من الفريقين، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز. خليني اقول لحضراتكم ان هانز فليك مدرب بايرن ميونخ قال انه متحمس جدا لمواجهه النادي الاهلي، وان هو عايز يلعب كره قدم جيده مع النادي الاهلي، وان هدفه هو التتويج باللقب السادس، وان هو عارف بيتسو موسيماني مدرب الاهلي كويس جدا. قال كمان ان الاهلي فريق بيتطلع ان هو يقدم كره قدم جيده، وان هم لعيبه النادي الاهلي مرنه جدا وممتعه هجوميا، وان المدافعين كمان بيقدموا اداء كويس جدا. وقال ان انا اتعرفت على المدرب مؤخرا على بيتسو موسيماني وهو مثير للاعجاب، وحول خطته لمباراه بكره قال بالطبع احنا عندنا فكرتنا عن الطريقه اللي احنا عايزين نلعب بيها، وادينا طبعا لينا مباريات ناجحه جدا تقدر تخلينا نعرف الطريقة اللي احنا هنلعب بيها في مباراة الأهلي، وهدفنا الأول ان احنا نلعب المباراة بشكل جيد حتى النهاية، ده مهم جدا بالنسبة لنا علشان نحافظ على السيطرة وان احنا نضع الخصم تحت ضغط. طيب خلينا نتفق انه البايرن كتاب مفتوح سواء في امكانيات لعبته، يعني انا يعني مش هينفع في الماتش ده نقول لا، يعني لما جينا نلعب الدحيل قلنا لحضراتكم مواطن القوة والضعف في فريق زي الدحيل، وقلنا مين ممكن يكون مصدر خطورة، وانه ايقاف مصادر الخطورة في فريق زي الدحيل يصب في مصلحة الاهلي وسيطرته على المباراة وبالتالي تحقيق المكسب. البايرن قصة مختلفة، هتمسك مين ولا مين؟ يعني انت محتاج تمسك الفرقة كلها. طبعا انا متوقع ان بكرة رباعي خط الظهر بتاعنا يلعب دور كبير جدا ان شاء الله، لكن في المقام الاول والاخير وانا متوقع ده يعني وجهة نظري انه كل لاعيبه النادي الاهلي عندهم احساس بحاجتين، الرهبه والرغبه.
الاثنين في نفس الوقت، الرهبه من انك انت بتلاعب بطل كبير جدا زي بايرن ميونخ بكل لعيبته ونجومه وامكانياته، وبطل اوروبا بامتياز الحقيقه، مقدم موسم اقوى يمكن من اقوى المواسم اللي قدمها على مدار سنين طويله جدا، بس الرهبه دي احنا نقدر نكسرها، فكره انك تاخد المبادره في بدايه المباراه، فكره انك انت تنزل وتقول للبايرن انا مش جاي هنا عشان اقضي 90 دقيقه وخلاص قدامك، انا جاي هنا وعندي رغبه حقيقيه في الفوز، جاي هنا وعندي رغبه حقيقيه ان انا اعبر عن امكانياتي، والرغبه بالتاكيد بالتاكيد واحد من اهم الحوافز، يعني بيتهيألي انه لعيبه النادي الاهلي عارفه كويس قوي ايه ممكن يكون حجم رد الفعل اذا ما تجاوز النادي الاهلي بكره عقبة بايرن ميونخ، يعني لو النتيجه بكره كانت المكسب لصالح النادي الاهلي انا بعتقد انه الجيل ده من اللعيبه هيحط نفسه في حته تانية خالص، هيحط نفسه في حته خارج المنافسه، ويمكن يكون واحد من اهم انجازات مش بقول بس النادي الاهلي، لا الكره المصريه على الاطلاق. احنا عارفين ويمكن زميلنا امير هشام كان بيكلمنا دلوقتي على كيميتش، واحد من اهم لعيبه بايرن ميونخ، مدافع طبعا البايرن العملاق، اللي اتكلم على الاهلي وقال احنا عارفين كويس جدا النادي الاهلي وعارفين ان هو يعتبر زي كانه بايرن مصر، وقال انه الناس دي يعني جايه تلاعب فريق هي عارفه قيمته كويس جدا ومتابعاه في الفتره الاخيره وعارفين وواجهناه اكتر من مره، ما عندوش هزار في الكوره وما عندهمش حاجه اسمها استهتار باي مباراه مهما كانت، عشان كده كيميتش قال انه عارف انه الاهلي فريق قوي جدا، وهم كمان الحقيقه ويمكن دي واحده من الروابط وسبب شهره الاهلي العالميه، فكره العلاقات بين نادي بحجم الاهلي المصري وبايرن ميونخ الالماني اللي مستمره، وحتى تلاقي فيه مناوشات على السوشيال ميديا وصفحات البايرن وصفحات الاهلي على مواقع التواصل دايما فيهم في بينهم وبين بعض حاله يعني شد وجذب لطيف كده. قال انه فرقته عندها فرصه كبيره جدا طبعا انها تصنع التاريخ، واتكلم انه في نتمنى انه في الماتش بتاع الاهلي ما يحصل لناش اي مفاجآت، عارفين مدى قوته وعارفين عناصر الخطوره فيه، وعارفين كمان انه فريق لم يتلقى هزيمه في مشواره الاخير في عدد كبير جدا من المباريات، ودي واحده من عوامل القوه، فكره انه البايرن يبص لك على انك انت منافس محترم جدير بالاحترام، خصم قوي مش داخل يلعبك مباراه شبه مضمونه، اعتقد دي كمان حاجه بتاكد على امكانيه انه الاهلي بكره يحقق الانجاز ويتخطى عقبه البايرن. ما انا عاجبني ان انت، طب قول لي السكور صحيح هنكسب كام؟ انت قلت 2-0 المره اللي صعبه قوي قوي يا ساره، صعبه يعني انا قلت لك انه مباراه بكره ممكن جدا جدا، لو يعني انا عندي كده تصور لطريقه اللعب الامثل والتشكيل الامثل، انا بتهيألي بكره احنا محتاجين جدا جدا للسرعات، يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي في احتمالات كبيره جدا انك انت توصل، لانه بالتاكيد البايرن هيلعب ضاغط، يعني البايرن هينزل من اللحظه الاولى عايز يمسك المباراه وعايز يمسك نص الملعب وعايز يهدد مرمى الاهلي طول الوقت. الفرصه الوحيده عندنا ان احنا نعتمد على المرتده ونعتمد على السرعات، واعتقد في لعيبه عندنا تسمح إن لنا تعمل انها ده. تعمل ده. خليني اقول لك انه دلوقتي بعد ما الدحيل كان متقدم 1-0 اولسن هيونداي جاب جون، وبعدين بقى 2-1 كمان للدحيل، ده الدحيل اللي كانوا بيقولوا عليه فريق ضعيف عشان كده النادي الاهلي قدر يتخطاه. اكيد يعني خلاص ما بقناش نسمع الكلام ده، يعني الدوري المصري كان سهل فالنادي الاهلي قدر ان هو يفوز بيه، افريقيا كان حظ، كاس مصر كان حظ، طبعا اي حاجه النادي الاهلي بياخدها لازم نلاقي شويه انتقادات كده، بس ما بقناش نسمع لها. نكمل كلامنا على طبعا نجوم بايرن ميونخ ومنهم ليفاندوفسكي طبعا افضل لاعب في العالم واللي قدر ياخد جايزه ذا بيست من رونالدو ومن ميسي ومن عمالقه كره القدم، وهو عملاق في كره القدم الحقيقه ومقدم يعني موسم ولا اروع. قال عن مواجهه الاهلي ان من المؤكد ان الفرق القويه هي اللي هتشارك في المونديال، وقال هيكون طبعا بطوله مميزه جدا لي وللعيبه في بايرن ميونخ، وقال ان افضل فريق في اوروبا هيواجه افضل الفرق في القارات الثانيه، وده بالنسبه له تحدي كبير جدا لان هم محتاجين ان هم يتوجوا باللقب ده. عن مواجهه الاهلي قال ان مش بيشارك في المسابقه دي غير الفرق القويه، مش مهم مدى قوه الخصم او المنافس اللي هيلعبه فريق بايرن ميونخ، لكن لازم احنا نكون، بيتكلم على بايرن ميونخ طبعا، لازم احنا نكون افضل من الخصم ولازم نكافح من اجل تحقيق الفوز. وعن لحظه الفوز بدوري الابطال قال ان ده كان شعور رائع جدا وكان يوم مذهل بالنسبه لهم كلهم وعمرهم ما هينسوه، وان هم كان بالنسبه لهم احساس خاص ان هم يعني ما يقدرش حتى يعبر عن فرحه
الفوز بالتشامبيونز ليج. طبعا زي ما قلنا، بس عشان ما نقيسهاش مقارنات بين اسماء او اسعار او امكانيات، المباراه بكره بين 11 ل 11 تنزل ارض الملعب تسمع صفاره الحكم، بقت مباراه كوره، مباراه كره قدم طبيعيه جدا بصرف النظر عن الاسماء. وبالمناسبه الحقيقه كمان يمكن واحد من نجوم النادي الاهلي اللي احنا اكدنا في اكتر من مناسبه على دور رائع وعلى تطور مستواه بشكل كبير جدا كان ايمن اشرف. الفيفا الحقيقه ومن خلال موقعه الرسمي على الانترنت اتكلم على ايمن اشرف ورصد البطولات اللي حققها واهم المحطات في حياته كلاعب كره ما بين المعاناه والامل زي على حد تعبير الفيفا يعني. وكتب الفيفا على موقعه تحت عنوان من رحم المعاناة يولد الأمل، بعد ما رصدت طبعا وفاة والدته وشقيقته في حادث مروري وكمان إصابته بالرباط الصليبي اللي كان سبب في إبعاده عن منتخب الفراعنة. التقرير اللي اتكلم على أيمن قال إنه سيبقى تاريخ الأربعاء 16 سبتمبر 2016 محفورا في ذاكرة لاعب النادي الأهلي المصري أيمن أشرف. ده التاريخ اللي والدته وشقيقته توفي في الإسكندرية، كانوا موجودين عشان زيارته طبعا، لكن القدر شاء ان هم يتعرضوا لحادث مروري ادى لوفاتهم. وكانت الليله دي بالنسبه لايمن اشرف زي الكابوس، تذكرها لفترات طويله حتى بعد مرور سنتين، وكتب على الحادثه دي على صفحته على تويتر: من سنتين رحل اغلى اتنين عندي، بحاول دايما انسى عشان اعرف اعيش، لكن كل يوم بيحصل حاجه تفكرني بيهم. كنت أفضل أن أنا أفقد الذاكرة، لكن للأسف ما زلت بتذكر كل التفاصيل. ما عنديش أي إحساس بأي ألم مدام لا يوجد ألم أكثر من هذا الألم. طبعا كمان أيمن الحقيقة مشوار نجاح وقصة كفاح، ويمكن طبعاً ناس كتيرة جدا عشان هو مدافع إلى حد ما ما تحسش بالكم الإصرار وروح التحدي عشان توصل انك تحتل مش بس مكانه اساسيه في فرقه النادي الاهلي، لكن كمان تحتل وتحقق ثقه كبيره جدا عند جمهور عريض وعظيم زي جمهور النادي الاهلي. ومع ذلك يا احمد، لا يعني بالرغم ان هو مدافع والمدافعين يمكن ما بيبقاش ليهم نصيب شويه من الشهره والاعلام، ولكن قد ايه جماهير النادي الاهلي حاسه ودايما بتشيد بايمن اشرف، وخصوصا في الفتره الاخيره. وكان معانا افضل لاعب في مباراه بيراميدز، صح؟ مباراه بيراميدز مظبوط. وكمان من الفتره دي او مباراه الدحيل شايفه التصويت لحد دلوقتي ان ايمن اشرف برده يعني بينافس الشناوي على افضل لاعب او المركز الاول، وانت بعد كده هتقول لنا في الاخر. ولكن ايمن اشرف قد ايه جماهير النادي الاهلي مبسوطه جدا بادائه الفتره دي. خلاص كمان شويه او كمان دقائق هيكون على ملعب انفيلد مباراه ليفربول ومان سيتي، مباراه الناس كلها بتستناها علشان المتعه الكرويه، وكمان علشان يشوفوا ليفربول بعد الفتره الاخيره دي اللي شويه في اخفاقات او مش الفريق في حالته اللي احنا متعودين عليها، ممكن يعمل ايه قدام مانشستر سيتي؟ انت شايف هيعمل ايه؟ انا اعتقد ان مباراه قمه النهارده، واذا كان ليفربول عنده رغبه في انه يرجع للمشهد مره ثانيه عليه ان هو يكسب النهارده. يعني بيتهيألي ان خساره ليفربول النهارده تبعده بشكل كبير عن المنافسه على البريمير ليج. مباراه هتبقى من العيار الثقيل، اعتقد انها واحده من اهم ماتشات النهارده، وكل جماهير الكوره طبعا هتتابعها. نتمنى التوفيق للنجم المصري محمد صلاح. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة مرة تانية. برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة أن مفيش كلام دلوقتي غير على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ. كل ما أمشي في الشارع أقابل أي حد بيتكلم على مباراة بايرن ميونخ وهنعمل إيه مع بايرن ميونخ، وكل جماهير الأهلي متفاهمين أنه حتى لو النتيجة ما كانتش لصالح النادي الأهلي، ولكن إن شاء الله تكون لصالح النادي الأهلي وإن شاء الله نتخطى عقبة بايرن ميونخ، ولكن كفاية شرف أن النادي الأهلي في كأس العالم للأندية والنادي الأهلي بينافس عالميا. ودايما بقولها، إحنا طلعنا من فكرة المنافسة المحلية والمنافسة الإفريقية وبنتكلم على نادي عالمي. يعني خلاص كل يعني الإعلام في العالم، الصحف العالمية كلها بتتكلم على النادي الأهلي، مين هو خصم بايرن ميونخ القادم، والكلام كله إن النادي ده الفريق ده ما ينفعش حد يستهون بيه. حتى بايرن ميونخ الفريق ده عنده من العناصر القوية والإمكانيات، وإن كانت عارفين إمكانيات لعيبة أوروبا، وإحنا عارفين قد إيه بايرن ميونخ نادي كبير وهو الأفضل في العالم ومسيطر الحقيقة الموسم اللي فات، واخد يعني الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، والمدرب أفضل مدرب وليفاندوفسكي أفضل لاعب، حتى لو كان يورجن كلوب اللي واخد افضل مدرب، ولكن اكيد هانز فلاك ما حدش يقدر يقول ان هو مش من افضل مدربي العالم. ولكن النادي الاهلي ليه كامل الاحترام
من العالم كله مش بس مننا. أنا مش بتكلم على الصحافة المحلية أو على إحنا هنا رأينا إيه في النادي الأهلي. كل اللي إحنا بنتمناه فعلا من فرقتنا بكرة إن إحنا نشوف الأداء الرجولي طول التسعين دقيقة، وساعتها إحنا هنبقى فخورين وفرحانين أيا كانت النتيجة، واللي إن شاء الله برضو تكون لصالح النادي الأهلي. خلينا نتكلم أكتر على مباراة بايرن ميونخ مع أسطورة فريق بايرن ميونخ كلاوس أونغنتالر، اللي هو طبعا هيكون معنا دلوقتي على زوم. هو أسطورة فريق بايرن ميونخ ونجم المنتخب الألماني السابق. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. هلو كوتين عبد. مساء الخير، تحياتي لكم. في البداية خليني أسأل حضرتك، باعتبار حضرتك أحد المدربين السابقين لفريق بايرن ميونخ وأبرز نجومه السابقين، إزاي شايف فنيا المواجهة المرتقبة بين نادي بايرن ميونخ ومنافسه النادي الأهلي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية؟ سوف يكون لقاء رائع. من وجهة نظري الفريق البافاري بايرن ميونخ هو المرشح الأبرز. أنا لعبت بنفسي أمام النادي الأهلي في القاهرة وأعلم النادي الأهلي جيدا، وأعلم أنه بطل أفريقيا وفريق قوي عظيم حاصد للألقاب. طيب شايف أن بايرن ميونخ هيدخل مواجهة النادي الأهلي بنفس تشكيلته الأساسية، ولا قد يلجأ المدرب هانس فليك لإراحة بعض اللاعبين والدفع بعناصر جديدة لكونه يعني ضامن أنه هو المرشح الأول للوصول للمباراة النهائية والفوز بمونديال الأندية بالنسبة له هو بالنسبة لبايرن ميونخ؟ بكل تأكيد أعتقد أن هانس فليك سوف يقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيلة الرئيسية. أنا أرى أن نويا ثم مولا هم الكباتن الفريق، ولكن رأيت أن كيميش هو من يقود الفريق في المؤتمر الصحفي ككابتن. فأعتقد من وجهة نظري سوف لا يبدأ بمولر أو سوف لا يبدأ بنوير، فهذا من وجهة نظري هو التغيير الذي قد يطرأ على التشكيلة التي سيبدأ بها هانس فليك بالضبط. فأعتقد ذلك من وجهة نظري. طب هل تعتقد ان الازمه اللي يعني تسببت في تاخر وصول بعثه فريق بايرن ميونخ لارض المونديال والغضب اللي سيطر على مسؤوليه طبعا بعد الازمه دي ممكن يؤثر بشكل سلبي على تركيز واداء اللاعبين في مواجهه النادي الاهلي؟ لا اعتقد ذلك من وجهه نظري، رغم الغضب الذي عم الفريق وجهاز فني والاداره، ولكن من وجهة نظري لا يؤثر كل بشكل كبير على الأداء واللقاء المرتقب. الفريق البافاري يعلم جيدا كيف يستعد حتى ولو كان الوقت ضيق، كما رأيت في كيكر والصحافة الألمانية على سبيل المثال. الأهلي فريق قوي، وكم بعرض ذلك قوة الفريق الأهلي. الفريق الأهلي بطل أفريقيا وتحدثوا عنه بشكل قوي وعرضوا بطولاته وإنجازاته، فلا أعتقد أنها قد تؤثر من وجهة نظري. طب كلمنا عن علاقتك بهانس فليك مدرب بايرن ميونخ الحالي، خصوصا وإنك لعبت معاه في البايرن عدة مواسم، وكمان رأيك في اللي حققه مع الفريق البافاري منذ توليه المسؤولية. هانس فليك صديقي، لعب بجواري في مع البايرن ميونخ عدة مواسم بالفعل. علاقتنا جيدة جدا، أعلم تماما كيف يفكر، كيف يدير لقاءاته، ولكن في الفترة الأخيرة هو مشغول تماما مع الفريق البافاري، قد لا نتحدث بشكل مستمر. من وجهة نظري أنا أعلم تماما هو يريد تحقيق اللقب السداسية والرجوع ببطولة كأس العالم للأندية إلى ألمانيا، هذا هو طموحه مع الفريق، كما فعل ذلك الفريق الأسباني برشلونة وحقق السداسية، فأعتقد أنه سوف يطمح لذلك لتحقيق اللقب. من وجهة نظرك هل هو الأحق حاليا بتدريب المنتخب الألماني، ولا مدرب ليفربول يورجن كلوب هو الأحق بأن هو يدرب المنتخب الألماني؟ من وجهة نظري في الوقت الحالي
هو الافضل لفريق البايرن ميونخ ليس للمنتخب الالماني. هو يعلم خفاياه ويعلم جيدا تكنيكال والتاكتكس كلها. الفريق المنتخب الالماني مختلف تماما على عن فريق البايرن ميونخ. اعتقد ذلك انه في هذا الوقت ليس هو الافضل لاداره الفريق المنتخب الالماني. طيب لو رجعنا لمباراه الاهلي وبايرن ميونخ، بتتوقع ان تكون خطه هانز فليك مدرب بايرن ميونخ هجوميه من البدايه قدام الاهلي علشان يسجل اهداف ويقتل الماتش بدري من الناحيه المعنويه لبطل افريقيا، ولا بتتوقع تكون الخطه ازاي بدايه المباراه؟ بالتأكيد وليس له علاقة بالتشكيلة، أنا أعتقد هدف هانز فليك مع لاعبة هو تحقيق الفوز. سوف يبدأ بكل قوة وبهجوم قوي لقتل المباراة مبكرا بالفعل. طيب مين أبرز يعني من أبرز نجوم بايرن ميونخ اللي تتوقع أن هم يتألقوا في المشاركة الثانية لبطل أوروبا في كأس العالم للأندية؟ مين الأسماء اللي شايف أنها تتوقع هتتألق جدا في البطولة دي؟ نوير عندما يلعب فأعتقد هو كابتن وهو هو أبرز النجوم، حارس المرمى توماس مولر أيضا من الأسماء البارزة، يلعب برأسي، لاعب قوي سريع. ليفاندوفسكي أحسن لاعب في العالم وأحسن مهاجم في الوقت الحالي من الأسماء البارزة، أعتقد سوف يلعبون بشكل قوي، هم أبرز الأسماء. طيب عايز أعرف توقعاتك بقى لنتيجة المواجهة دي بين الأهلي وبايرن ميونخ في نص النهائي لكأس العالم للأندية، توقعاتك النتيجة هتكون إزاي؟ هي مباراة سوف تكون رائعة. البايرن هو الأبرز، 3-1 من وجهة نظري للفريق البافاري، سوف يفوز بهذه النتيجة من وجهة نظري، أتوقع ذلك. 3-1. طب مين ترشح للوصول لنهائي كأس العالم للأندية في نسخته الحالية، خصوصا وإن في مباراة هتبدأ بعد قليل يعني بين بالميراس البرازيلي ومنافسه تيغريس أونال المكسيكي في نص النهائي؟ أعتقد من وجهة نظري بالميرس البرازيلي هو الفريق الأقوى المرشح الأبرز للوصول النهائي، لأننا هنا في أوروبا وفي ألمانيا نعلم جيدا مدى قوة الفرق البرازيلية ونسمع عنهم، على العكس من الفرق أمريكا الجنوبية كالفريق المكسيكي، فأعتقد بالميرس. لو كنت مدرب لبايرن ميونخ في الوقت الحالي، ايه التشكيل اللي تبدا بيه مباراه بايرن ميونخ والنادي الاهلي في المونديال؟ سؤال جميل. كل مباراه لها الطريقه الخاصه التي لادارتها، هي مباراة بالفعل قوية، أعتقد سوف أعطي بعض الراحة لبعض اللاعبين الأساسيين لإعطائهم الفرصة للتركيز أكبر وأعطائهم المساحة من بعض الراحة، ولكن التشكيلة صعب ذكرها الآن. طيب حضرتك في بداية الكلام كنت بتتكلم انك واجهت النادي الأهلي في القاهرة، عايزك تكلمني أكتر عن المباراة دي، حابة أعرف منك تفاصيل حول المشاركة قدام النادي الأهلي في القاهرة. كانت مباراة رائعة، كانت حدث خاص أن أنا ألعب في القاهرة. أنا لا كنت لا أعلم أن هناك في القاهرة استاد كبير ضخم مثل استاد القاهرة، وتفاجأت بالجمهور وبالتنظيم للمباراة في ذلك الوقت. كان حدث رائع كايرو، كنت أراه لأول مرة، وكانت مباراة رائعة أيضا، أتذكر ذلك.
بشكرك جدا مستر كلاوس نجم بايرن ميونخ السابق، شكرا جدا انك كنت معانا على شاشه قناه الاهلي، والحقيقه انه هيفضل حديثنا عن مباراه بايرن ميونخ والنادي الاهلي او النادي الاهلي وبايرن ميونخ طبعا بكره في كاس العالم للانديه. زي ما قلنا بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا ونشوف اداء مشرف، وايا كانت النتيجه احنا راضيين ما دام الاداء رجولي زي ما تعودنا من رجاله النادي الاهلي، وكمان بنتمنى التوفيق ويكون المكسب للنادي الاهلي. فاصل ونكمل حلقتنا. في جميع الأحوال إحنا جاهزين مع حضراتكم نستمتع بلقاء للتاريخ، لقاء للمتعة، لقاء رسمي بيجمع بين بطل أوروبا وبطل إفريقيا الأهلي بايرن ميونخ. ماتش بكرة ليه مفاتيح؟ طبعا ليه مفاتيح، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة مع واحد يمكن خاض تجربة المونديال مع النادي الأهلي في 2008، واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن محمود سمير. أهلا بيك يا كابتن محمود. أهلا بيك، ودايما ببقى سعيد لما أكون متواجد معاك. أنا أسعد دايما، شرفنا في السادسة. لما بتجيب الورقه والقلم كده وتمسك ماتش بكره ده بتشوف انه ممكن الاهلي يتخطى عقبه البايرن ميونخ ويوصل نهائي كاس عالم انديه؟ طبعا في البدايه خلينا نبارك الاول للعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره بقياده كابتن محمود خطيب رئيس البعثه المشرف اللي الواحد بيتشرف بيه لما بيشوفه مع البعثه. ببارك لهم على النجاح اللي هم وصلوا له لكاس عالم الانديه، ببارك لهم على مباراه الدحيل وصلوا اللي هم عاوزينه، بتمنى لهم يا رب التوفيق ان شاء الله. وبكره نتفرج على مباراه كبيره جدا تليق بلعيبه النادي الاهلي والتعب اللي تعبه فريق النادي الاهلي طوال موسم 2020 عشان توصل ان فرصك تبقى او اوحش فرصك او اسوأ سيناريوهاتك انك انت تبقى بتلعب على ثالث او رابع عالم، ده شيء بالتاكيد مش سهل. اكيد ومشوار طويل جدا ما ابتداش في مونديال الانديه، ابتدى من اول مباراه بعد الحصول على لقب الدوري المصري، من اول ماتش في بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا اكيد تعب كبير جدا على مدار الموسم للعيبه والجهاز الفني ومجلس اداره، وربنا كلل مجهودهم وتعبهم بالنجاح ان هو يكون في الاخر في كاس عالم الانديه، البطوله المحببه لجمهور نادي الاهلي بطوله افريقيا، وانك تكون متواجد في كاس عالم دي حاجه كبيره جدا. اي لعيب بيبقى فخور ان هو متواجد وسط جيل عظيم زي ده، نفس الاجيال اللي فاتت الواحد كان يتشرف ان هو كان موجود معاهم في كاس عالم الانديه. لما باجي بشوف المباراه الناس كلها بتحلم ببكره. صحيح. انا واحد من الناس من الجمهور دلوقتي اللي بتمتع بنادي الاهلي وبالجيل الحالي اللي موجود اللي هو عشان النتيجه فعلا. ولا عشان الاهلي وبايرن؟ لا عشان الاهلي وبايرن. الاهلي وبايرن انت يعني موضوع كبير جدا طبعا. انت لسه حضرتك بتقول لي حاولت تجيب ورقه وقلم وتشوف؟ لا ما حاولتش امسك القلم اصلا. لان هتمسك القلم هتكلم عن مين ولا مين ولا مين في بايرن ميونخ؟ صح، عنده كتيبه كبيره جدا. بس رغم كل الاسماء ورغم فرق الامكانيات ورغم الموسم الاستثنائي اللي عامله البايرن ميونخ في مش في المانيا بس في اوروبا كلها، لكن في حته جوه كل اهلاوي كده بتقول لك وليه لا؟ وليه لا؟ مفيش، وعندي امل، مفيش وممكن. بص هو اكيد مباراه صعبه جدا، خلينا نكون واقعيين، مباراه صعبه جدا على لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ولكن مفيش حاجه مستحيل. على مدار السنين اللي فاتت بنشوف مباريات كتير بيبقى الموضوع فيها صعب جدا، لكن في الاخر بتلاقي نتيجه مختلفه. يعني انا عمري ما انسى مباراه ليفربول وبرشلونه، كان ليفربول مغلوب 5 وفي الاخر ليفربول كسب 6 في ملعبه. هنتكلم معاك على سيناريوهات كتيره جدا، خلينا بس نقول كل اللي بيتابعوا السادسه انه ماتش الخامس والسادس الدحيل واولسن هاينداي الكوري خلص لصالح الدحيل، الدحيل اللي كسب بطل اسيا 3-1 وانتهت المباراه. الدحيل خامس اولسن هاينداي السادس، احنا في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها دي أسوأ نتيجه ممكن يحققها النادي الاهلي في مشاركته ان يكون رابع عالم. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مع كابتن محمود سمير مره ثانيه. تاريخ كبير، خدوا بال حضراتكم كلمه 12 هدف دي عشان اي حد يحققها محتاج شغل ومحتاج سنين ومحتاج مواهب ومحتاج ميزانيات ضخمه عشان تقدر تحقق انجاز المشاركه في بطوله كاس عالم الانديه 6 مرات. انت بتتكلم على انه النسخه دي وصلت ل 15 مباراه لعبها النادي الاهلي او اجيال مختلفه من النادي الاهلي في بطوله كاس عالم انديه. ما زال عندنا الفرصه لزياده عدد رصيدنا من الاهداف ل 12 هدف، ممكن ان شاء الله بكره يدخل نادي الاهلي جوان، وان شاء الله سواء كنا بنلعب ثالث او رابع او اول وثاني ان شاء الله باذن الله ربنا يكتبها لنا عندنا فرصه ان احنا نزود اهداف ثانيه. الكلام ده مش بس فلوس ومش بس امكانيات ومش بس مواهب، الكلام ده في المقام الاول والاخير شخصيه بطل مش موجوده عند اي حد، موجوده عند النادي الاهلي. عشان كده دايما في كل مناسبه حتى واحنا رايحين نلعب بايرن ميونخ بنقول الاهلي يقدر. مره ثانيه اهلا وسهلا بحضراتكم وبرحب بكابتن محمود سمير. اهلا وسهلا بيك، اتشاركت في
2008؟ 2008 كنت متواجد. يعني بالتأكيد كابتن محمود لما بتكون رايح وسط الكبار، رايح بتلاعب أبطال طبعا، رايح بتلاعب نجوم العالم، بيبقى في سنة كده، أنا مش بقول خوف لأنه بيتهيألي أي حد بيلعب في نادي الأهلي ما يعرفش الخوف، لكن بيبقى فيه رهبة، رهبة شوية، بيبقى فيه خطفة، بيبقى فيه حاجة محسساك أنه المهمة مش سهلة، المهمة صعبة. إزاي بتتخطى ده؟ هل ده ليه علاقة بالإعداد النفسي، كلام الهيد كوتش مع اللعيبة؟ هل ده ليه علاقة بأول ما اللعيب ينزل الملعب؟ هل ده ليه علاقة باللعيب يحضر مع نفسه بين نفسه ونفسه؟ يعني الرهبة دي، حالة الرهبة دي بتروح ازاي؟ خصوصا واحنا داخلين على مواجهة بالتأكيد لعيبة الأهلي برضو يعني إلى حد كبير شايفينها صعبة. أكيد طبعا العامل النفسي يعني بشكل كبير جدا، المدير الفني دايما في البطولات الكبيرة زي دي بيلعب على العامل النفسي. مفيش شك اللعيبة بيبقى فيه زي ما حضرتك قلت، فيه بيبقى فيه سنة رهبة مش خوف. الرهبة دي مجرد ما بتنزل التمرين في المكان اللي انت متواجد فيه، سواء كان في اليابان او في قطر المكان اللي مقيم فيه البطولة، مجرد ما بتنزل التمرين خلاص انت دخلت في الاجواء. بس بيبقى المفروض المدير الفني دايما عليه عبء كبير جدا، وهو الكلام الكتير، الكلام الكتير نفسيا مع اللعيبة، انك بتحس اللعيب لا انت مش اقل من حد، انت النادي الاهلي، انت فريق كبير، نادي القرن، الناس كلها بترهبك. اكيد الجانب النفسي في المباراة بتاعت بكرة اهم كتير جدا من الجانب التكتيكي او الجانب الفني، بيشيل الضغط العصبي والضغط النفسي من على اللعيبه. بتمنى ان بكره ما يبقاش في ضغط عصبي ولا نفسي على اللعيبه. شوف زي ما قلت لحضرتك في الفاصل، دي مباراه للمتعه. اي لعيب في العالم بيتمنى ان هو يكون متواجد في مباراه سواء رسميه او مباراه وديه ضد فريق كبير زي بايرن ميونخ او برشلونه او ريال مدريد. فبشوف ان المباراه بكره هي مباراه لعيبه، مش مباراه مدير فني. مدير فني كل اللي عليه بكره هو الجانب النفسي مع اللعيبه، لكن تكتيكيا فنيا اللعيبه بشوف ان ممكن ووارد انك تعمل مباراه عمرك بكره حاجه تتحسب لك في التاريخ، انك اديت مباراه كبيره ضد فريق بطل العالم بايرن ميونخ، ممكن تطلع بيها بنتيجه ايجابيه، ولا قدر الله في نتيجه سلبيه اوريدي انت بتلعب ثالث ورابع، برضو حاجه كبيره جدا مشرفه للنادي الاهلي، ويطمح ان هو يحقق مركز ثالث فيها، مش صعب ان شاء الله باذن الله. يعني زي ما كنت بقول ان جمهور بكره في ماتش بكره همه الاداء اكتر من النتيجه، يعني حاسس انه عايز يشوف لعيبته بتلعب ماتش حلو ومباراه قويه، وانه خصمه ند لبايرن ميونخ بصرف النظر عن النتيجة. النتيجه باي شكل من الاشكال. الحته بتاعت الرغبه، يعني الاهلي لما بيجي يلعب بيلعب الكبار بتوع اوروبا، يعني في نسخ كتير جدا واجيال كتيره من النادي الاهلي لعبت مثلا ريال مدريد وكسبنا الريال 1-0، لعبت روما الايطالي واحد من اكبر انديه ايطاليا وكسبناه اعتقد بسكور في ماتش من ماتشات اعتقد على ما اتذكر، يعني كسبنا اربعه اعتقد. لعبنا البار نفسه، لعبنا مونشن جلادباخ، لعبنا فرق كتيره جدا. بتهيالي حتى الماتشات الوديه لعبت نادي الاهلي بيبقى عندها رغبه تكون موجوده على اقل تقدير في الاساسي، وما كانش في الاساسي يبقى على الدكه. الماتش ده انا عايز العبه بالظبط، الماتش ده انا عايز احطه في السي في بتاعي طبعا. الماتش ده انا عايز ابقى موجود قدام اكبر انديه العالم. صح، بتهيالي ده في حد ذاته برضو حافز عند اللعيبه. اذا كنا بنتكلم على الرهبه، مهم كمان نتكلم على فكره الحافز، كل الرغبه. كل المباريات اللي حضرتك ذكرتها دي كلها كان العامل الرئيسي فيها الجمهور لان كلها كانت في مصر. أيوة. فكان الجمهور عامل اساسي مدي حافز للعيبه بشكل غير عادي. اللعيب قبليها باسبوع كان بيحضر للمباراه ان هو نفسه يكون متواجد فيها، نفسه ما يتصابش عشان يكون متواجد في مباراه كبيره زي ما حضرتك بتقول عليها. انا شايف ان النادي الاهلي وهو خارج من القاهره هو عامل حسابه ان هو مركز على ان هو يوصل لمباراه بايرن ميونخ. اكيد كل اللعيبه عندها طموح ان هي تعدي الدحيل، والحمد لله وقد كان، وان هو يكون متواجد في مباراه بايرن ميونخ. كل اللعيب بيطمح ان هو يكون اساسي متواجد في مباراه، او اللي مش هيشارك ان هو شرف ليه ان هو يكون متواجد في مباراه كبيره واسمه في السكور في مباراه بايرن ميونخ يلعب بطل العالم. بطل العالم بيطمح ان هو يحقق السداسيه ويبقى قفل 2020 بالست بطولات. النادي الاهلي برضه اكيد بيطمح ان هو يؤدي اداء مشرف يليق باسم النادي الاهلي، يليق بلاعيبته بجهازه الفني بمجلس الاداره. بشوف ان المباراه بكره اكيد طبعا مفيش شك صعبه جدا، لكن زي ما قلت لحضرتك هي مباراه اللعيبه. اللعيب لو حس ان المباراه دي مباراه العمر بالنسبه له ان هو يقدر يظهر فيها نفسه ويشتغل بشكل كويس جدا بدون رهبه وبدون خوف، وعدى اول 10 دقائق في المباراه اللعيبه هتخش في الجيم وهتأدي بشكل كويس. اصعب ماتش لعبته في مشوارك، او يعني خليني اقول مش اصعب ماتش، بس الماتش اللي كنت نازل
وكانت كل الحسابات وكل التوقعات واحساس الجمهور واحساس وسائل الاعلام المختلفه انه الكفتين مش متساويتين او ان فرصك انت شخصيا كابتن محمود فرص التيم بتاعك في المباراه دي قليله جدا او ضعيفه جدا، كانت ايه وتعاملتوا مع الاحساس ده وانتوا نازلين قبل الماتش ازاي؟ بص انا كان بالنسبه لي عشان كنت لسه رايح نادي الاهلي فكان في مباراتين، كانت اول مباراه بالنسبه لي كان اهلي وزمالك، مباراه انت كنت بتتفرج عليها في التلفزيون مع اصحابك، فجاه انت متواجد وسط 70 60 الف متفرج، فخضه كبيره كانت بالنسبه لي. المباراه دي انتهت الحمد لله 2-0 لينا، كان احمد فتحي الهدف الاول وعماد متعب الهدف الثاني، ما اقدرش انساها، وكنت متواجد الشوط الثاني واديت اداء رائع. المباراة الثانية كانت مباراة أسك في القاهرة، دوري مجموعات في بطولة أفريقيا، شاركت فيها وتعادلنا 2-2 وأحرزت الهدف الثاني. كان برضو كنا ماشيين بشكل مش كويس وكان لازم الماتش ده نكسب أو نتعادل عشان نصعد بعديها، فالمباراة دي برضو كانت مباراة مهمة جدا، وكان مستر مانويل من الناس اللي كان بيحفزني دايما ان اكون متواجد وادي بشكل كويس، وكان ربنا كرمني فيها واحرزت فيها هدف. بتبقى المشكله فين؟ يعني بتبقى المشكله في انه احساسكم ان مستواكم متراجع، احساسكم ان فرص المنافس او ان المنافس بتاعكم في اعلى مستوياته، وبالتالي يعني نسبه الفوز والمكسب والخساره مش او حساباتهم مش معانا، ولا بتبقى فين وبتتغير ازاي؟ يعني بتيجي من الملعب مع صفاره الحكم، ولا بتيجي من اوضه اللبس قبل ما تنزلوا الملعب؟ لا انا بشوفها يعني بتبدا من المدير الفني، مهما كان قوه وحجم الفريق اللي انت هتلعبه، المدير الفني بكلامه وتحفيزه ليك وثقتك في نفسك وازاي بيتكلم معاك، دي بتشيل من عليك عبء كبير جدا. في مديرين فنيين بيبقوا يعني ناجحين جدا في الحته النفسيه مع اللعيبه، واللعيب المصري عامه عشان نكون صراحه هو محتاج المعامله النفسيه اكتر من اي شيء، مجرد انك بتدي له باور وتدي له طاقه وتحسسه بقيمة نفسه وهو بينزل بيبقى عايز يكسر الدنيا لحبه فيك كمدير فني، وتحفيز الجمهور ليه في الملعب بيخليه بيأدي بشكل رائع جدا. انا لسه كنت بفتكر معاك مصر وهولندا في كاس العالم، ومصر والبرازيل ومصر وايطاليا طبعا. كاس قارات، مباراه زي ايطاليا واللي احرز فيها الهدف حمص وكسبت ايطاليا 1-0 لحد النهارده احنا بنتكلم عليها. مباراه البرازيل 4-3 دي مباراه الاداء. انا عايز اقول لك ان المصريين لما بييجوا يفتكروا يعني الماتشات يحبوا قوي يتفرجوا على، رغم انك انت خسرت من البرازيل 4-3. انا بتكلم على ايطاليا اداء ونتيجه. ايطاليا طبعا انت كسبت، لكن اصلا الاداء كمان اللي قدمته قدام البرازيل اداء رائع، وانت ند مع البرازيل فرقه منتخب من ابطال العالم وند 4-3 وعملت مباراه لحد النهارده الناس كلها بتتكلم عليها. بتمنى ان بكره مباراه الاهلي ده نفسي يا كابتن محمود، ده العامل النفسي. عامل نفسي اللعيب مستني مباراه برازيل يطلع فيها كل اللي عنده، وزي ما قلت لحضرتك دايما في الدوري الممتاز اللعيبه كلها بتستنى مباريات كبيره زي مباراه نادي الاهلي عشان يظهر فيها، عشان يطلع كل اللي عنده، والمباريات الكبيره دايما هي اللي بتظهر اللعيب. في لعيبه كتير جدا بتستنى مباراه نادي الاهلي في الدوري الممتاز عشان يظهر فيها، وممكن يكون بيحضر لها من شهر ان هو مستني مباراه كبيره زي يعني انا هلعب مع اكس وواي وزد وبعدهم الاهلي، هو عينه على المباراه دي. انا هجهز نفسي واحضر نفسي اقدم اعلى مستوياتي في مباراه الاهلي، وده اللي عمله النادي الاهلي ان هو طالع من هنا وهو عينه على مباراه بايرن ميونخ. اكيد في طبعا تركيز غير عادي في مباراه الدحيل، ووصل اللي هو عاوزه مستر موسيماني بالكتيبه بتاعته المحترمه اللي انا بقول اللعيبه رجاله كلها يستاهلوا الانجاز اللي هم وصلوا له، وهم على قد المسؤوليه وهم طالعين من هنا هم عينيهم على مباراه بايرن ميونخ. طيب واللعيبه كلها مستنيه المباراه دي، وانا احساسي الشخصي ان هم بغض النظر عن النتيجه انا شايف ان هم هيأدوا بكره مباراه رائعه. يعني في أسوأ الظروف اللي واجهها النادي الأهلي من أول ما تولى مستر موسيماني المسؤولية، سواء كان من ناحية صعوبة المباراة أو سواء كان من ناحية النقص العددي نتيجة إصابات أو نتيجة كورونا لا قدر الله، أو سواء من ناحية صعوبة البطولة وحساسية المباراة اللي مثلا زي نهائي دوري الأبطال، الأهلي ما تخلاش عن الصبغة الهجومية. أكيد. حتى وانت رايح تلعب الدحيل وفريق تقيل وبيلعب على ارضه واكتر فريق انفاقا على الصفقات، ده كلام الفيفا مش كلامنا، في اسيا وعنده اسماء يعني محترمه جدا، برضه لعبت مباراه هجوميه من اللحظه الاولى، عمل جيم هايل الشوط الاول بالذات خاصه يعني. طبعا هل تتوقع ان السيناريو ده ينطبق او قد ينطبق على ماتش البايرن، ولا البايرن ليه تركيبه ثانيه وليه طريقه وليه تشكيل ثاني؟ لا اكيد طبعا مباراه باير ليها قصه ثانيه مختلفه خالص. كتيبه يعني مفيش احتمال ان احنا نبتدي المباراه دي مهاجمين يعني؟ لا صعب طبعا. صعب. لازم يكون في، خد بالك انت عندك خالص في اعتبارين بالتاكيد مستر موسيماني حاسب لهم كويس. اولا كذا سيناريو، اولا قبل السيناريوهات، اولا البايرن واصل متاخر
وكان عنده مشكله كبيره في الرحله اكيد هتاثر عليه لانه لانه دي بتبقى ارهاق والسفر مش قليل وعشان تيجي وتريح وتجهز ده نقطه مؤثره. النقطه الثانيه انه احتمال كبير جدا يكونوا هم كمان مشغولين لانه احساسه انه لازم اتاهل يعني البايرن رايح أكيد انا يعني لازم البطوله مش هلعب النهائي الأول. انا لازم اكسب البطوله أكيد. يعني فممكن يريح كتير من اللعيبه نتيجه الارهاق ده لماتش النهائي من وجهه نظره يعني لو وصل وارد وارد فتلاقي انه مبتدي مثلا او مدي مساحه اكتر ما نشوفش الفول سكواد ما نشوفش التشكيله الاساسيه أكيد. النجوم العيار التقيل بس فده ممكن شويه يلخبط الحسابات. لا انا بشوف ان هو عارف قيمه النادي الاهلي بطل افريقيا واكيد هو متابع النادي الاهلي واتفرج عليه اكيد انا بشوف ان هو هيبدا بالكتيبه بتاعته الاساسيه غنابري كيميتش ليفاندوفسكي يعني عنده لعيبه وسانيه ومانويل نوير عنده لعيبه تقيله جدا يعني عنده سرعات وعنده استحواذ وعنده تكتيك غير عادي بشوف طبعا المباراه دي تكتيك مختلف للنادي الاهلي خالص عن مباراه الدحيل او اي مباراه تانية مستر ميسوماني اكيد يعني انا في التوقيت ده كان نفسي العب البارسا او الريال يعني في التوقيت ده كنت ممكن تعمل نتيجه مع برشلونه وريال مدريد صحيح. وتطمح ان انت ممكن تكسب لكن طبعا الفتره اللي فاتت الناس كلها متابعه بايرن ميونخ فريق ماشي بشكل رهيب رغم انه ليه زلاته يعني عايز اقول لك انه في أكيد. كاس المانيا خسر من فرقه اعتقد درجه ثانيه هولشتاين ثانيه ولا ثالثه يعني ثانيه ثالثه اعتقد يعني خسر منهم 1-0 في الدوري وقع في اكتر من مباراه حتى ماتش هيرتا برلين ما قدمش العرض يعني او الكوره اللي احنا رغم انه كان بيلعب فول سكواد لكن ما قدمش الكوره اللي هي بيقدمها البايرن طول الموسم ده في الدوري لكن انت بتتكلم دلوقتي ده بطوله مباراتين تاخد بطوله وهو المرشح الاول اكيد بطل العالم فبشوف ان مستر موسيماني حساباته مختلفه جدا المباراه ديت. طب قول لي الطريقه من وجهه نظرك الامثل يعني ايه الطريقه الامثل اللي تلعب بيها انت شخصيا مع بايرن ميونخ وايه هو التشكيل الامثل من وجهه نظرك اللي يلعب او يطبق الطريقه دي؟ عايز اقول لك مصر كلها على السوشيال ميديا كله بيحط الطرق ويحط التشكيل كل واحد شايف من وجهه نظره حاجه معينه. هولشتاين درجه ثانيه باكدوا المعلومه هولشتاين اللي خرج البايرن بضربات الجزاء فريق من الدرجه الثانيه من الدوري الالماني. انا بشوف بكره ان شاء الله يعني النادي الاهلي بكره بشوف ان الشناوي طبعا في حراسه المرمى هتلعب طريقه ايه الاول؟ أربعة هنلعب 4-3-2-1 طب جميل جدا متفقين ملهاش لازم اقفل نص ملعب لو في ستة في نص ملعب لا دي الطريقة الأمثل أنا متفق مع أنا يعني أتمنى إنه مستر موسيماني يكون سامعك دلوقتي وياخد لا أكيد هو الراجل طبعا دارس الدنيا كلها وعارف التكتيك اللي ممكن يلعب بيه مباراة كبيرة عالمية زي ديت بشكل إزاي وزي ما قلت لك هو العامل النفسي الاساسي في المباراه دي اكتر من العامل التكتيكي والبدني تمام والمجهود البدني اللي الاهلي هيبذله في المباراه دي مجهود كبير جدا محتاج برضو اللعيبه تكون رزينه شويه بكره بشوف الشناوي ان شاء الله في حراسه المرمى دايما الشناوي كنت بقول لحضرتك في الفاصل في المباريات الكبيره زي دي الشناوي بيبقى من افضل العناصر اللي موجوده وبشوف انه هيكون نجم المباراه بغض النظر عن النتيجه بس بشوف الشناوي بكره يعمل مباراه عمره ان شاء الله باذن الله معلول ايمن اشرف الشناوي بكره يفرق معانا كتير اكيد طبعا 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 يفرق معانا كتير بشوف وتوفيق الفريق كله يعني احنا كل واحد بنتمنى لهم ان شاء الله ان هم يعملوا مباراه بنتمنى ان يكون موافق طليق بالنادي الاهلي ويبقى اداء مشرف الناس كلها تقدر تتحكى عنه السنين اللي جايه هم شخصيا ليهم وللي جايين من بعدهم سواء من ولادهم او احفادهم العمر او للاجيال اللي جايه في النادي الاهلي هتبقى مباراه للتاريخ طبعًا. وهنتكلم عليها كتير ايا كانت نتيجتها هيقولوا ان احنا في يوم من الايام وصلنا كاس عالم ولعبنا بايرن ميونخ وكان لو عمل نتيجه ايجابيه طبعا طبعا ده لو عمل نتيجه ايجابيه انت بتتكلم يمكن يكون عن اعظم واهم انجاز في مسيره اي لاعب من يعني يمكن يكون اكتر من لو فاز اساسا بكاس العالم للانديه بشوف طبعا الشناوي وعلي معلول ايمن اشرف بدر بنون محمد هاني بشوف خط النص اليو ديانج وحمدي فتحي والسوليه والثلاثه اللي قدام بقى الثلاثه اللي قدام طبعا انت محتاج حد يقف على الكوره ومحتاج سرعات معاه تمام فبشوف ان قفشه وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف يعني بشوف ان انا عندي اثنين سرعات زي محمد شريف وطاهر وقفشه من الناس اللي بتلعب الناس كلها بتلعب كوره بيعرف يقف على الكوره بصير من الدرجه الاولى يعني عاقل وهادي في كورته بشوف يعني ممكن تكون دي الطريقه الامثل للنادي الاهلي بكره ان هو يلعب بيها مباراه بايرن ميونخ انا يعني اذا كنا هنخلص او اذا كان في احتمال ان احنا نخلص بكره انا بيتهيألي انه عدد الفرص وحجم الفرص مش هيكون كتير قوي
اكيد هو بيلعب زون ديفنس بكره. فبالتالي انا عايز منك انت شخصيا، انت لعيب كنت في الملعب، عينيك ورؤيتك والباس بتاعك والفكره اللي توصل الفراوده كويسه، فانت اكيد في عندك نصايح بكره للثلاثه اللي قدام دول، سواء البلاي ميكر سواء كان قفشه او الاثنين اللي انت اخترتهم. انا هبتدي انت اخترت اثنين، طاهر ومحمد شريف. طاهر ومحمد شريف، وعندنا كمان كهربا اعتقد عنده اكيد، بس هيبقى ورقه، هيبقى ورقه قربها، هيبقى ورقه قربها ان شاء الله باذن الله. ايه اهم نصايح وبيلعبوا بكره؟ يمكن انا في برضو في رايي الشخصي انه ناير هو اعظم حارس مرمى في العالم دلوقتي، فبالتالي ليفاندوفسكي من اهم الهدافين على مستوى الاوروبي، هو احسن نمره 9 في العالم برضو بدون جدال. فبالتالي مش من انصاف الفرص، من اثمان الفرص أكيد. يعني من ضمن فرصه مطلوب منك انك انت تخلص لو حصل وقدرت توصل. ايه النصائح اللي تقولها لطاهر وشريف وبواليا وكهربا، ويعني اللي عندهم فرص للمشاركه بكره في المباراه؟ هو طبعا رتم اللعب بتاع بايرن ميونخ مختلف خالص عن اي رتم ممكن تشوفه، يعني رتم لعبهم سريع جدا، لازم اكون واقف على رجلي بدنيا كويس جدا عشان اقدر اجاري الفرقه ديت خلال 90 دقيقه. اكيد مفيش شك ان هلعب على الكونتر اتاك وهقفل خطوطي وهلعب زون ديفنس. فرقه زي بايرن ميونخ ما ينفعش العب معاها جيم مفتوح، لازم اقفل خطوطي كويس جدا خاصه نص الملعب، لازم اقرب المساحات من بعض. بالنسبه لاليو ديانج ان هو يكون مثلا ناحيه محمد هاني او سواء حمدي فتحي او السوليه ناحيه علي معلول، لازم اكون مستحوذ على نص الملعب، لازم في ضغط وبريس بشكل كبير جدا. بايرن ميونخ من الفرق اللي ممكن تديك مساحه انك تلعب بس في جزء معين من الملعب، لكن هو بيعمل ضغط رهيب جدا وبيعرف يستخلص الكوره بشكل بسرعه، فلازم العب على هجمه مرتده. قفشه من اللعيبه اللي احنا محتاجينها توقف على الكوره، ولازم يشغل محمد شريف ويعتمد على سرعات محمد شريف وطاهر محمد طاهر. عشان كده انا اخترت الاثنين دول. طاهر عنده سرعات كويسه جدا وقوي جسمانيا، محمد شريف من اللعيبه اللي بتعرف تستفاد وتستغل انصاف الفرص زي ما حضرتك بتقول، فقفشه من الناس اللي هي ممكن توقف على الكوره وتقدر تلعب الفرقه كوره. انت قلت لي ان الماتش ده ليه سيناريوهات كتير جدا. اكيد. انا اتفقت يعني اتفقنا مع بعض، انت او انت قلت اول ربع ساعه مهمه جدا، وقلت لك كمان يمكن تكون اول خمس دقائق في المباراه مؤثره جدا. بالظبط. تبتديها ازاي يعني والسيناريوهات المتوقعه؟ واحنا الكلام لما جبنا حتى وجبنا سيره ماتش مصر والبرازيل، وقلت لما البرازيل سجلت الاول اغلب الناس قالت خلاص الجيم خلص، يعني الجيم خلص وصعب انك انت تبقى البرازيل كسبانه وانك انت ترجع وتكسب، بتبقى داون قوي. لكن رغم كده عملنا شوط من اجمل اشواط وريمونتادا مع مين؟ مع بطل العالم طبعا. فبالتالي ايه السيناريوهات وتتعامل معاها ازاي من وجهه نظرك؟ تبتدي الماتش الاول، اول انت اتفقت معايا على ربع ساعه، اول ربع ساعه ازاي؟ زي ما قلت حضرتك هيبقى طبعا زون ديفنس وبلعب على الكونتر اتاك. لا قدر الله بايرن ميونخ احرز هدف في بدايه المباراه، لازم ما ينفعش برضو ان انا افتح خطوطي، لازم افضل متماسك زي ما انا، لان فرقه كبيره زي ديت لو فتحت خطوطك معاها الموضوع ممكن يهرب منك. وزي ما شفنا في مباراه برشلونه كانت النتيجه طبعا حاجه طبعا خياليه. ايوه. وتشيلسي كسبهم راح جاي 7 برضو. بايرن ميونخ من الفرق اللي ما بتزهقش، يعني برشلونه ريال مدريد ممكن يكسب 3-4 وخلاص ستوب ويستحوذ ويدور الكوره، لكن بايرن ميونخ في مباراه برشلونه كسبان 7 وبيجيب الكره من الشبكه وبيكمل. فهو ما بيزهقش من الاهداف وبيعمل ضغط غير عادي. فانا بتمنى ان اول ربع ساعه او 10 دقائق الاولانيين اللعيبه تكون واقفه على رجليها، لان دول اللي هيضيعوا الرهبه. أي. خاصه لو ما دخلش فيك هدف بدري الرهبه هتروح واللعيبه هتحس نفسها لا انا بلاعب بايرن ميونخ وانا ندي ليه. وشوف العامل البدني مهم جدا بكره خاصه لعيبه نص الملعب، عشان هيبقى في جري كتير جدا. اليو ديانج والسوليه وحمدي فتحي بشوفهم من اهم ثلاث ديفندرات موجودين في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا دلوقتي، ما شاء الله عليهم الثلاثه، عندهم مستوى ثابت ورائع. اليو ديانج عنده الحته الزياده العدديه كمان مع المهاجمين، ممكن يكمل عشان كده لعبنا باثنين تحت محمد شريف او ايا كان ولتر بوليا لو هو اللي هيبدا. بشوف ان احنا ما ينفعش نفقد الكوره، حتى لو انا عليا ضغط لازم اللعيبه تكون قريبه من بعض. ما اقدرش افقد الكوره، انت لو فقدت الكوره هتلاقي الضغط عليك غير عادي. والله يا كابتن محمود انا نفسي انا بكره العب المباراه، الناس كلها مستنيه. نفسي انا شخصيا اكون مشارك في المباراه من نهايه مباراه الدحيل يوم الخميس، واحنا نلعب الناس كلها قاعده مستنيه يوم الاثنين تتفرج على النادي الاهلي. أيوه. سواء اللي بيحب النادي الاهلي او اللي ما بيحبش النادي الاهلي، الناس كلها مستنيه تتفرج على النادي الاهلي
في مباراه يوم الاثنين. طب تسمح لي اخد دقيقتين من وقتنا لانك انت ذكرت نقطه مهمه جدا. احنا هنا في السادسه متفقين احنا ما بنلتفتش كتير للكلام اللي بيتقال وما بناخدش وقت. احنا كره بالنسبه لنا المتعه واحنا هنا ورا فريق نادي الاهلي. لكن في وقت ما الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده عشان الكلمه في النهايه امانه ومسؤوليه. بدايه خليني اسال مع حضراتكم نسال كده شويه اسئله. هل الاهلي محتاج جماهير نادي تاني تشجعه وتقف في ظهره عشان يعمل فارق؟ بالتاكيد لا خالص. جماهير النادي الاهلي لوحدها كافيه وقايمه بدعم كبير ومسانده كبير وعند كبيره قوي وعندها ثقه في فريقها. طيب هل لو جماهير نادي تاني او انديه تانيه شجعت النادي الاهلي هل موقف المباراه بكره هيختلف او نتيجه المباراه بكره هتختلف؟ برضو بالتاكيد الاجابه لا. لكن الاهم عشان في ناس للاسف الشديد جدا بتتلاعب بالكلام وبتحاول تعمل غسيل مخ. الرياضه مش مجال ابدا للتعصب ولا للتطرف. التعصب اللي ممكن يكون في النهايه مشواره او نتيجته العنصريه، او التطرف اللي برضه ممكن يكون في نهايه مشواره الارهاب. محدش يستغرب من القياس ده لانه مفترض انه في الرياضه المنافسه شريفه وفي الرياضه بتحكمنا في النهايه روح رياضيه، ومفترض ان كل الجماهير اللي موجوده في الملعب لما بتكون شايفه مباراه تسقف في النهايه للفريق اللي كسب. مفترض انه اللعيبه لما تخسر المباراه تروح تسلم على الفريق المنافس وتحييه على مجهوده او على فوزه. دي اصول الروح الرياضيه. كون انه مش ده اللي احنا بنشوفه او مش ده اللي بيحصل ده مش معناه انه ده الطبيعي، لا، هنا في خلل وفي قصور. في النهايه اللي مش هيشجع النادي الاهلي بكره غير جماهير النادي الاهلي يعني مش مفترض ان احنا نقول عليه خيانه، لانه الكلام ده انا سمعته بيتكرر وكانه رساله موجهه. مفترض انه الاهلي بكره بيلعب بيمثل مصر، مش مطلوب من جماهير الانديه الاخرى انها تتمرمغ في الارض وهي بتشجع النادي الاهلي وتعبر عن تشجيعها بالروح وبالدم، لكن المفروض انها تبقى واقفه وبتساند وبتتمنى فوز النادي الاهلي لانه في النهايه بيمثل مصر. اي حد مش هيشجع النادي الاهلي مش بالضروره يكون خاين، لكن بالتاكيد عنده خلل عنيف في الموازين، لانه ما يتهقليش انه في حاجه ممكن تكون بترفع علم مصر وبتشرف مصر والمصريين وما نقفش وراها. وما يتهيأليش برضو انه في حاجه ممكن تبسط ملايين المصريين بره وجوه مصر وما نتمناش انها تحصل، بل بالعكس نتمنى العكس. ده اللي بالنسبه لي لا منطقي ولا مفهوم. معلش كان مهم جدا نوجه الرساله دي كابتن محمود، لانه للاسف الشديد بقى في حاجات كتيره جدا مختله والحقيقه بيوجع انه في ناس طبعا بتاكد على الخلل ده. ارجع لماتش بكره معاك تاني. جماهير الاهلي بالتاكيد هتكون اكبر من او اكتر من جماهير البايرن بكره. مستني ايه من الجمهور في الملعب؟ الجمهور يعني عايز اقول لك الناس لعيبه في الملعب مفتقده الجمهور بقالهم سنين. مجرد ما بيشوف الجمهور اللعيب بيشوف الجمهور في المدرجات موضوع بيختلف 180 درجه، بياخد باور غير عادي. الناس اول ما شافوا اللعيبه شافوا الجمهور في مباراه الدحيل الشوط الاولاني شفت الاداء كان مختلف، تحس ان انت بتتفرج على فرقه اوروبيه. انا كنت فخور جدا ومبسوط جدا بالاداء جدا في مباراه الدحيل خاصه الشوط الاولاني. الشوط الثاني التراجع كان للحفاظ على النتيجه. كنت مستني استغلال الفرص والسيطره اكتر من كده طبعا. بس طبعا دي مباراه بتوصلك لمباراه نص نهائي مع بايرن ميونخ، فالطبيعي ان انت لازم تحافظ على الهدف اللي انت جبته. وكل مدير فني ليه اسلوبه وطريقته، لكن في الاول وفي الاخر الجمهور شكله في المدرجات حاجه تفرح. كنا مفتقدين وبقالنا سنين. فاللعيبه انا شايف ان هي بكره مجرد ما تشوف شكل الجمهور هيضيع رهبه كبيره جدا للعيبه وهي بتسخن في مباراه بايرن ميونخ. مستني بكره بفارغ الصبر طبعا اكيد ان انا اشوف نادي الاهلي، وابقى سعيد ان انا خاصه كمان ان هو يلعب بكره بتيشيرت نادي الاهلي طبعًا زي الاحمر. حاجه كده تفدي برضو تفاؤل كبير جدا طبعًا. نطلع في شكلنا الاساسي الرئيسي طبعًا اللي تعودنا عليه. خليني اسالك على السرعات شويه، لانه خط نص وخط هجوم البايرن بيمتاز بسرعات لعيبه ماراثون يعني ودي مدرسه البايرن يعني طبعًا. عندنا جنابري، عندنا كومن، عندنا حتى ليروي ساني، سرعات مطلقه. هل تشوف انه بكره لو خط ظهر النادي الاهلي مع خط نص وقفلوا المساحات وضيقوا المساحات نقدر نتعامل مع موضوع السرعات، نقدر نحرم البايرن من واحد من اهم اسلحته؟ وايه الدور اللي يقوم بيه معلول وهاني اللي بعتقد هيبقى عليهم جزء كبير جدا من المهمه دي؟ مهما كانت السرعات المتواجده ومهما كانت الفوارق اللي موجوده ما بين بايرن ميونخ والنادي الاهلي، لا، علي معلول عنده سرعات كبيره جدا. علي معلول من اسرع اللعيبه الموجوده في الدوري الممتاز، عنده كوره رائعه طبعا،
محمد هاني من اللعيبه الشابه الصغيره اللي خد فرص بدري جدا واصبح دلوقتي من الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي. عنده سرعات رهيبه جدا محمد هاني. بشوف ان اللي هنقفل مباراه بكره بيكون ان يكون في اليو ديانج وحمدي فتحي خاصه، واحد ناحيه علي معلول وواحد ناحيه محمد هاني، ويكون السوليه هو اللي ثابت فيندر. هيفرق بشكل كبير جدا ان انت ممكن تقدر توقف السرعات دي. أيوة. بس هي الفكره ان انت تقدر تكمل 90 دقيقه مع فرقه كبيره زي بايرن ميونخ. فبقول لحضرتك ان لو عدى فعلا اول 10 دقائق ربع ساعه واللعيبه صدقت نفسيها ان هي متواجده في كاس عالم انديه تلعب مباراه كبيره مع بايرن ميونخ، لا هنأدي بشكل كويس جدا وممكن نطلع بنتيجه كويسه. بدر وايمن الحقيقه تعاملوا مع اثنين من اخطر الفراوده على مستوى الكره الاسيويه في ماتش الدحيل. طبعا. سواء اولانجا هداف سوبر على طبعا. فكره ما ظهرش للنادي جماهير النادي الاهلي وما حسيناش بمدى خطورته، لكن اللي يدور على اللعيب ده ويبص على اهدافه في الدوري الياباني، انت بتتكلم على مهاجم من طراز فريد طبعا. والمعز علي الحقيقه كمان هداف اسيا ولاعب عنده امكانيات عنيفه جدا، ورغم كده كانوا الاثنين تحت السيطره صح. ما حسيناش بقوتهم وخطورتهم. بكره عندنا ليفاندوفسكي اهم مهاجم في على مستوى العالم الحقيقه، مهاجم قناص رقم 9 نموذجي. ايه النصائح اللي توجهها لايمن وبدر عشان يقدروا يحدوا من خطوره ليفاندوفسكي؟ طبعا ايمن اشرف بشوفه من اللعيبه اللي مستواها ثابت ما شاء الله يعني الفتره اللي فاتت. لعيب راجل جدا، لعيب مجتهد جدا، ودايما اللي بيجتهد ربنا بيكرمه. بدر بنون من اهم الصفقات اللي جت كان النادي الاهلي محتاجها بعد حجازي ما مشي من موسمين او ثلاث مواسم، من اللعيبه اللي بتقدر تقف على الكوره، لعيبه كورتها هاديه جدا، لعيب صعب ترقصه، عنده هدوء كده وثبات كده في طريقه لعبه، في كيمياء ما بينهم كبيره جدا ما بين ايمن اشرف وبدر بنون، هي اللي مخليها في نجاح في خط الدفاع النادي الاهلي ومخليها الشكل الحلو اللي احنا بنشوفه. وتحس ان الفتره اللي فاتت شكل النادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه بقى مختلف جدا بسبب ثبات التشكيل في الناحيه الدفاعيه بالذات. كنت الاول ممكن تشوف ياسر ابراهيم بيخش، رامي ربيعه، سعد السمير متولي قبل الاصابه، كان في ممكن شويه تغيير في التشكيل في الناحيه الدفاعيه، لكن بقى لنا فتره بدر بنون وايمن اشرف كميتهم ماشيه مع بعض، لعيبه من اللعيبه الرجاله جدا، ودايما كنت انت محتاج حد في الديفنس يكون لعيب كوره يبدا هجمه من تحت. بشوف ان الاشتراك الاولاني في مباراه بكره ما بين بدر بنون وايمن اشرف مع مهاجمين بايرن ميونخ ليفاندوفسكي او اللي هيكون متواجد أو. الاشتراك الاولاني واول كوره بتفرق جدا مع اللعيب سواء لعيب مهاجم او سواء لعيب مدافع. أيوه. اول كوره بتطلع منك يعني مدافع، انت لو خدت اول كوره من المهاجم بتفرق معاك على مدار المباراه، وهكذا بالنسبه للمهاجم سواء قفشه او ايمن او محمد شريف او طاهر، اول كوره ليه راح بيها رقص شاط شوطه عمل حاجه بتفرق معاك جدا على مدار المباراه. حتى الحلقه اللي احنا قاعدين بنتكلم فيها على ماتش الاهلي وبايرن ميونخ في كاس العالم للانديه هي للتاريخ، منتظرين بكره ان شاء الله رجاله الاهلي يكونوا على قد المسؤوليه ومش عايزين حاجه من الماتش غير ان احنا نستمتع باداء راقي عبر عن تاريخه وعن شخصيه النادي الاهلي في مشاركته رقم 6 في كاس العالم للانديه. بشكر كابتن محمود سمير، شرفتنا ونورتنا كالعاده في السادسه واستمتعنا بالكلام معاك، وان شاء الله بعد ماتش بايرن ميونخ ايا كانت النتيجه هيكون لينا كلام. تحياتي لحضراتكم. شكرا.